الحجر ربيع الزيانة الغني عن التعريف من قديم الزمن، الحمد لله معروفة على الصعيد الشامل تقريبا كله، خصوصا مدينة الفنيدق، تطوان، طنجة، راه ما كاينش شي حد كتقول له الحجر ربيع ما يقول لك ما كنعرفها شي حاجة. اللي تتعجبني فيها وهي كتخدم الخدمة ديالها بروفيسيونيل، ماكياج ديالها نقي، الخدمة ديالها نقية، العريسة ديالها ما شاء الله، لا من ناحية اللبس ولا من ناحية الميكاب ولا من ناحية الشينيو توب دو توب. ومعكم مصممة ديكور راندا أشهبر، مصممة صالون روبي بيوتي للزيانة الحاجة ربيعة الغنية على التعريف وبنتها شيماء. حاولنا نعملو هنايا ديكورات مختلفة على حسب الشخصية ديال شيماء، كتحب الحياة وكيعجبوها الألوان تكون فرحة يعني، وحاولنا ندمجو بزاف ديال المسائل هنايا من الخصوص من ناحية ديال الأرضية والحوائط وعدة أشياء، وكنتمنى لهم التوفيق. صالون غزال ما شاء الله، الله يكمل عليهم بالخير. وبيان سيغ الحاجة ربيعة إنسانة رائعة طيبة غنية على التعريف، والصالون ديالها الله يكمل عليها بالخير، فريمون دارت شي حاجة راقية. يشرفني نحضر في افتتاح الحاجة ربيعة في المستوى، داكشي كان غزال تبارك الله، هي عن غنية عن التعريف، لا بمعاملة ديالها لا بخضويات، صالون في المستوى، وكنتمنى لها التوفيق ان شاء الله. حنا يعني هذه الفكره هذه جاتنا بعد طلب الكليان ديالنا، حنا يعني 20 عام الخبره تزين العرايس، العرايس ديالنا كاملين كيطلبوا لنا صالون، خصهم يبداو معنا يعطلوا كل شيء يعني بالنسبه للاستيتيكا الكوافور، ان شاء الله ما يكون غير خير، ونحمل لكم وجهكم. معكم زيانه نبيله صديقه هذه الحاجه ربيعه، كنقول لها الف الف مبروك على الصالون الجديد، وكنا كنتسناوه كاملين صراحة الله وتبارك الله عليها، صالون في المستوى. مرحبا بكم قناة تطوان، عندي هنا في الرينكون، طلعنا بما شاء الله عليكم مرموقين في من ناحية تطوان، من ناحية الشمال ولا غير الشمال، واليوم متواجدين عندي هنا في افتتاح ديالي الصالون ديالي في الرينكون، أنا والبنت ديالي شيماء، وإن شاء الله يا ربي كنطلب سيدي ربي يدخلوا عليا بتيسير والهنا وطول العمر. نشكر راندا ديزاين راندا اللي عملت لي هذا الديزاين، كنشكرها بزاف لان هي الوحيده اللي تعاملت معايا بواحد الطريقه طيبه بزاف، لا من ناحيه معامله ولا من ناحيه كل شيء، كنشكرها بزاف وكنشكر الناس اللي جاوا عندي.